حفظكم الله، تقول هذه الأخت: إذا دخلت في الصلاة الرباعية والإمام في الركعة الثانية ماذا أفعل معه؟ تدخل معه وتعتبر الركعة التي أدركتها هي الركعة الأولى، وتجلس مع الإمام للتشهد الأول، ثم إذا قام تقوم معه وتعتبر هذه الركعة هي الركعة الثانية بالنسبة لها. نعم. ثم تقوم معه في الثالثة الركعة الرابعة بالنسبة للإمام، وهي الثالثة بالنسبة لها. وإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة، تجلس للتشهد ثم تسلم، ويسقط عنها سجود، ويسقط عنها جلوس التشهد الأول، يسقط عنها التشهد الأول وجلوسه. نعم.